السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ففي تمام الساعة 10:30 من صبيحة هذا اليوم المبارك السبت 9 من شهر شوال، اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مجلس أعمال الدراسات العليا من كل من الأستاذ الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله الفليح، من الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن سليمان بابات، من عبد الفقير عبد الرحمن، ومن جميع الخصاص لمناقشة الرسالة العلمية المقدمة من الطالب صالح بن محمد بن إبراهيم يحيى ورقمه الجامعي المعروف ضمن متطلبات برنامج الماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين تخصص الثقافة الإسلامية. وعنوان رسالته مظاهر الرحمة في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهاء اللجنة من المناقشة في الساعة 12:40 تداول فيما بينها، وبناء على موقف الطالب أثناء المناقشة حسب التقرير الموفق أوصت اللجنة بما هي قبول الرسالة بدرجة جيد جدا، مع إجراء بعض التعديلات عليها، ويفوض عضو لجنة المناقشة المشرف الدكتور طقمان بالتوصية بمنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الثقافة الإسلامية بعد التأكد من الأخذ بالتعديلات المشار إليها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير، وبناء عليه قرر هذا التقرير في الساعة 1 ظهرا من هذا اليوم المبارك. نسأل الله تعالى أن يوفق صالحا والسامعين والحاضرين لما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن يزيد له في علمه وعمله، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البركة الله بارككم أجمعين. نسخ المشايخ يا شيخ صالح.